السلام عليكم، كي دايرين؟ جيسبر تكونوا مزيانين واموركم كلها مزيانه. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم لابوش لي صايبس فراس العام، بارطاجيتها معكم في الفيديو اللي قبل باش وريتكم لا سواري ديال لا راكليت. كنا غير اونتر فامي وبغيت نصاوب شي حاجه ساهله وغابيد في الدار. هاد لابوش فايت لي صاوبتها هاد ربع سنين، وتفكرت هاد العام حيت كنت محتاجه نصاوب شي حاجه ساهله. فايت صاوبتها انا وصحاباتي ديال الخدمه، كنا شفنا عند واحد يوتيوبرز وجربناها كاملين وعجباتنا. ساهله تتصاوب بلا عجينه بلا جينواز بدون كريمه ديال الطبخ بلا فران، سهله سهله سهله. تقدروا تصاوبوها في اخر دقيقه. غنخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. دونك هادو هما لي زانغريديونت نحتاجو. هاد لي بودوار، هاد لا لونغ دو شا، فاني وحده، عندنا هنايا 50 غرام ديال الزبده، عندي 80 غرام ديال السنيده، بيضه، هنا عندي 100 غرام ديال الشكلاط، انا تندير شوكولا اولي، ما تعجبنيش نوار، سينو نتوما ديروا نوار. هنا عندي جوج معالق د مايزينا وجوج معالق ديال الطحين مخلطاهم، وعندنا نص لترو ديال الحليب. فوالا، دونك خليكم معايا وشوفوا لي زيتاب كاملين، راه ساهله ساهله وغتعجبكم بزاف. هنا كيف ما تلاحظوا اول حاجه بديت بها وهي الفيلم اليمونتير، ضروري هو الحاجه اللي تتعاونكم باش تقدروا تجمعوا الكاطو ديالكم في الاخر. دونك هنا درت واحد 3 ولا 4 ديال الطبقات هكا حتى غلاض ليا باش يجيني ساهل من بعد في الجميع. هنا تنوريكم لا مارك ديال البودوار اللي انا استعملت واللي اختاريت. تقدروا ديروا اي وحده، خذوا غير رخيصه وتجيوني بحال بحال. هنايا نورمالمون 24 وحده، هاد جوج هاد القياس كافي انكم ديروا واحد لابوش زوينه تقد 6 ديال الناس حتى 8. فريمون راه تجي كثيره، غير انا كانوا عندي شويه الناس زايدين دونك زدت وحده اخرى نوع اخر، راه غيبان لكم الفرق في الشكل. وباش جاتني هكا طويله بزاف دونك هنايا خديت الحليب ونسكويك. انا ما تعجبنيش ندير القهوه، سينو هي خصها تجي بحال زعما المذاق ديال تيراميسو، داك القهوه مع الحليب ولي بودوار، مي ما تعجبنيش. تنفضل انني ندير الحليب مع الشكلاط. نتوما ديروا اللي بغيتو، دونك حاولوا ما تغطسوش بزاف وتخليوه حتى تهرى بزاف، غير هذيك الغطسه من القدام ومن اللور صافي دغيا دغيا وتتحطوهم. دونك غديروا كل صف فيه 8 باش يجيكم في التلويه مزيانه. وهنايا غتشوفوني بديت نزير، زيروا وحده حدا وحده هكا باش تيتجمع لكم، تتجي حتى في الجميع ساهله ودغيا دغيا تتجمع لكم. الا كان معكم شي حضره مزيانه من الاحسن نشدها معكم في الجميع. وصافي هنا من بعد غادي ندوز نديرو لا كريم. هنايا زدنا بيضه وفاني، غنزيدو السكر، غادي نبداو نطربو مزيان غير بيدينا حتى يولي عندنا الخليط ماشي صفر، يولي غادي البيوضه. غادي ناخدو الحليب بارد ماشي سخون، الزبده اللي تكون بحراره المطبخ ولكن الحليب يكون عادي في الثلاجه. هنا زدنا الطحين ومايزينا جوج معالق جوج معالق، دونك 4 المعالق في التوتال. غادي نخلطوهم وغادي نزيدو واحد الكميه قليله ديال الحليب غير باش يتجمع لينا يدخل لينا بلوتو في داك الخليط، ونبقاو نزيدو شويه بشويه وفي الاخر صافي نكبو داكشي اللي بقى، غير باش داك الطحين ومايزينا ما يتكوروش لينا. وصافي غادي نديها فوق العافيه حتى غادي تبدا تقال لينا بحال على هذا الشكل. من بعد ملي غتوصل لهاد لا تيكستور غادي نزيدو الزبده وغادي نيشان غادي نكبوها من فوق لي بودوار ديالنا، ما غاديش نسينوها حتى تبرد لينا. دونك غادي نكبوها من الفوق وغادي نحاولوا نايطاليو. شوفوا ما تمشيوش حتى للجناب حيت ملي غتبداو تجمعوا غادي تبدا تكحاز لا كريم. الا مشيتو عمرتو الجناب كاملين غادي يبدا يطيح لكم كلشي من بعد في الاخر. دونك من الاحسن تبداو بحال هكا الطبقه الاولى، وداكشي اللي شاط لكم غتزيدوه من فوق نفس الطبقه، دونك ما تخرجوش في الجناب. غادي نقسمو الخليط على جوج، الخليط الثاني ولا النصف الثاني غادي نزيدو فيه هذيك الشوكولا. انا كنت حاطاها في الاخر حدا الشميشه دغيا تطلق ليا، واصلا كان طالق ما كنتش دايراه في الثلاجه. دغيا غادي يدوب لكم في وسط هذه لا كريم سخونه، وغادي نزيدو هذه الطبقه ديال الشوكولا. من بعد ما غادي نايطاليو مزيان هذه، هادشي راه كله سخون تحطوه نيشان غادي يبرد من بعد في الثلاجه. انا ست واحد لاطوش ديال املو،
اللي ما تيعجبوش ما يديرهاش، اللي عنده اللوز مهرمش يديرو، اللي عنده كاوكاو مهرمش يديرو. ما انا كنت باغا شي حاجه تجيني كروستيلونط من الداخل، واملو عندي فيه اللوز مهرمش، ما عنديش المطحون بزاف، قلت نديرو غادي يعطي حتى المذاق ديالو. ما كان عندي لا لوز لا والو، نسيت ما خديتهمش. صافي هنايا غادي نبدا نجمع الجنيبات. هنا كما قلت لكم يقدر شي واحد يعاونكم، تقدروا ديروا راسكم. المهم انا درت راسي، غتشوفوني مقاتله معاها، غادي نكحل عندها ندور البلان طرافاي. المهم غادي نسدها بوحديتي، اصلا كنت بوحديتي. دونك صافي نخليكم مع لزيما ونرجع لكم. هنايا غير شاركت معاكم بعجاله اشنو حطيت في الطبله، غير راكم عارفين ملي تبغيو تفرجوا في شي حاجه تكونوا حاطين ما تقمقموا. كانت السهره وكنا مجموعين، دونك حطينا شي حاجه اغرينيوتي وصافي. واحد المعلومه مهمه، ان الكاطو بعدا قد ما بقى في الثلاجه مزيان، وقبل ما تقطعوه وتحطوه لضيافكم ديروه يبرد واحد ساعتين. انا درتو شي ساعتين ولا ثلاثه وهو في الثلاجه حتى جمع، باش في التقطيعات يجيكم ساهل. هنا صافي درت عليه شويه ديال الكاكاو المور، شويه ديال السكر كلاصي باش يمشي مع داك لوتيم ديال الخشب وديال البرد. وصافي وغتقطعوا الجنيبات باش تجي لا فورم زوينه، تتبان اون بوش على حقها. دوك ديك لا ديكور راه تتباع بارتو، تقدروا ديروها، تقدروا تستغناو عليها غير حيت كان راس العام، سينو في اي وقيته تقدروا ديروا هاد لابوش هادي، تفرحوا وليداتكم، ديروا اون سواري. خديت واحد العاده مع بناتي الله يحفظهم ليا يا ربي، ولفتهم ان كل جمعه تنديروا واحد الجليسه، تنقولوا تيقولوا لي لا سواري ماما اليوم لا سواري، وقليل فاش ما تنديرهاش الجمعه الا كنا عندنا شي حاجه تكون السبت في الليل. مي اون جينيرال بالجمعه تنجلسوا تنحط لهم، تندير شي حاجه سبيسيال، اي ماشي شي كيك مختلف، ماشي سبيسيال صافي ديال خصو يكون عندنا داكشي غالي وداكشي مزوق وزوين، لا راه غير الزريعه بيضاء وكحله وما صغيورين، ماشي ديال الزريعه. ما انا غير باش نبسط لكم الامور. دونك اي حاجه عندكم في الثلاجه تقدروا، المهم تسميوها جلسه سبيسيال، ان راه كل جمعه ولا كل سبت في هذه الوقيته راه تنجلس انا وليداتي، تنجمعوا على طبيله وتنضحكوا وتنتفرجوا في شي فيلم ولا تنلعبوا. المهم نلقاو واحد الوقيته اللي تجمعنا، ومنين غيكبروا عمرهم ما غينساوا. جيسبر كل فيديو عجباتكم، نتلاقاو ان شاء الله في اون بروشين. تهلاو ليا في راسكم، بوسه كبيره مني ليكم، باي باي.